مصطفى، غسل لاباس، عينيا، ماكش تشوف والو. البيلو بقينا غير 8. مصطفى، خلي لي لافام، انا نتولى بهم وانتم وراهم. ما نروحوش بلا بيك. لا سي تانارد. هيا خلو هيا عونوني سم الارضاق لها وجديد. شتا اخويا قاسي؟ هاي طول حبيب باتشينا بطاقاتو. الله الله يا مصفى، احنا ربحنا الالمان، هم داروا بينا القيره وطيشونا. قال ربحنا الالمان الحمد ربي، راه رجعوا بك موسى ومرسوات البلاد. الحمد لله على كل حال. شوف قاسي، شوف شوف بلادنا شحال شابه. ها سخون حال اليوم. يسخون ماراكش في الاوروب. الله الله سي قاسي. بون
عندنا نتلاقاو في حرب واحدة أخرى. داكور. هاسي. علاه ما تجيش معايا؟ وين؟ وين نجي معاك؟ لوراس. تو توم ماجيسكول. لوراس الشامخ. تاكل العيش، الطعام، الرفيس، حتى وين تجيب صحتك. وبلاد قبيل العالية. ها دي كربابين زيت وزمور والكرموس. وين الوراث؟ بعيدة. راك تشوف الجبال، تطلع مع العلالي، تمشي مع الجبال، تلحق الجرجرة، تفوتها شوي، راك في الوراث. ماهيش بعيدة. وش قلت؟ أعوى لازم ندخل. في الأمان. في الأمان. الله في روحك يا قاسي. في الأمان. الله في روحك. علاش ما تجيش انت؟ ياك بلاد قبيل قريبة. اي نجي وعلي لي. بصح ما نروحوش بها هكا بالقش تاع العسكر. لو كان يشوفني بابا 6 سنين يزعف عليا. شوف اش سيفيل. هيا ولا نقول لك عندي صاحبي واحد الخياط غير هنا. هو هايل. اني معاك. نروحوا كاش نشوف عنده. اوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا سي مصطفى. أهلا قد شيء. أهلا. أهلا. طواجي. أهلا. شوف الجماعة وش شربوا كل. واش شربوا الجماعة؟ تاي. قهوة. تاي. وانتم واش شربوا؟ راني قلت لك شوف يشربوا كل على جيبي. ما حبوش يشربوا. يشربوا الراجل وجب. جوج تاي وقهوة. هذا كله على جال انتخابات. ما عندنا ما نديروا بصواتكم. سي مصطفى. أنا راني حريص باش نهنيك بمناسبة انتخابك كرئيس جمعية تجار الريس. بارك الله فيك. وربي قدرنا على الواجب. احنا رانا هنا باش نعاونوك مع الإدارة. وأنت كيما تعرف لازم تعاوننا من جهتك. باش يكون في علمك فرنسا هي اللي قادرة تدينا للتقدم والرقي. وكل هذا عنده ثمن وإلا لا يا سي مصطفى. قايد شريف، أنا ما نامنش باللي الإدارة والكولون راهم يفكروا في تقدم الشعب وحريته. أما الثمن أنا دفعناه. ودفعناه غالي بزاف. فرنسا ما تامنش بالخطب والتهريج والتشويش. وما تامنش بالعرايا اللي راحين يغيروا مواقفها. فرنسا لازم تعاملها بالثقة والطاعة. أنت راك من أعيال البلاد. وراك من عائلة كبيرة. ورايح تضرب مواقفك. ما نبقى على خير. نسيت نقول لك. فيما يخص الخط هذاك نتاع باتنا والريس. مسيو جوليان وراه موافق له عليه عند سوبريفي. مالا روح اجري على روحك. كاش ما تشوف جماعة ولا. ولا راك على الكيران. رانا مستعدين نبيعوهم. والسوبريفي تاعك ما نروح ليه، ما نشوفه، ما نفخره. روح ربي يسهل عليك. غيري اني روحوا. لو كان يعطيو لكل الروامة وكل عملائهم الرخص، الشعب راح يخير يركب في الكيران تاعنا. والله واحد ما يركب معاهم. صح. شوفوها. ايه بفضل صديقة استعمار الناس بدات تعرف الحقيقه.
ربي يقبل. إنه منكم صالح الأعمال. وش بيك طولت يا سي مصطفى؟ سمحي لي سهرتك. اجتماع في الحزب وتأخرنا. معليش ربي يعينك. هيا بسم الله. بسم الله. وش هاد ال حقة باش ما نساش. هاد البرياري جاتك اليوم. كولو بعد قراها. كولي برك. وش كاين؟ وجهك تبدل غير الخير. ما كاين والو. كيفاه ما كاين والو؟ وش كاين في البرية؟ إدارة الفرنسية حبست لي رخص الحافلات. مانيش قادر نزيد نخدم بيهم. على بالي بلي مدوهم لواحد من العملاء تاعهم. الله لا يربحهم. وانت واش درت لهم؟ واش درت لهم؟ هذا وين راح تفرغ لهم. معليش كول. ولا ماك جيعان؟ بالك ماكلتي ما عجبتكش. غير ماكلتك اللي تعجبني. الولاد رقدوا؟ يا حسره ملي رقدوا. وانتي تعشيتي؟ لا لا يا سي مصطفى، وكش ما تحلى ماكله بلا بيك. بسم الله. شكون؟ عمار مصطفى. ادخل. السلام عليكم. السلام. قيمة خويا. صحوا لي. تعشيت؟ الحمد لله تعشيت. راجي غير شكو راجو توسيت. اللي غدي الاجتماع الحزب وطولنا. اخ. تجملين 300 ومنا على سمعنا نجيبوا الباقي. فيهم بركة. يعطيك الصحة. بصح راك محيرني. واش غادي بهاد الدرهم؟ ما نفهمك. ما نروح. خليك على خير. صباح الخير. ربي يسهل. سلامة. طار. بداو ركبوا الناس وصدفوا مليح القشر فوق عندنا. ما كنحطوش غير خوف خوف. نوي. هاز زوج تايب النعناع. ماشي كيما تاع البارح. واش راك اخويا؟ لاباس والله الحمد لله الحمد ربي. شوف. صاحي صح النوي. الكراك تشوف معمره بالمسافرين شويه الناس باك جايبين قش يوزن قدام. لو كان جينا نسلكوا على القش خير ما نسلكوا على المسافرين. لا لا عمر خويا ساعدوا الناس. انا ما طولتش. روح ربي يعاونك. ترك تبع الحلال. السلام عليكم مصطفى. ها تفكرت واش درت في القضيه تاع البريه تاع البارح؟ راني خايف لها باش نذكرها اليوم. ما تقلقش روحك اقضي صوالحك. المشكله هذا نحلهم بعد. ربي يعاونك. سلام. هاكا نوي هاكا. قول لي سلامين. وانت واش درت في ستيف؟ تلاقينا مع اخونا المناضلين. ايوا. وتلاقيت سي فرحات عباس. ايوا. بلغت له السلام تاعك. وكلمته على قضيه التوحيد. واش قال؟ صح هو في كل ما تكلم معاه يقول لك كلش راه كاين في المانيفست. المانيفست قريناه ونعرفوا واش تفيه. هذا هو التزعم. سي سا لو كولت دو لا بيرسوناليتي. احنا نحوسوا نوحدوا كل الاحزاب الوطنيه وهو يقلب لنا المانيفست. نتاح. سونز يونيتي اون بو ريان فير. اون ايرا جامي ا لانديبوندونس. اتصلتوا بمسؤولين الجهويين؟ اتصلنا بكل المسؤولين وراهم جايين من كل مكان من الشرق حتى للغرب. ومسؤولين الاحزاب؟ اتصلنا بهم الكل. كاينين اللي يرحبوا بالفكره وكاينين اللي متردين.
Tu sais lire le français? J'ai un peu appris à lire et à écrire. Je suis docteur en médecine. Tu vois ce papier? Regarde, les autorités ont écrit ici, pas de meeting à Constantine. Pas de meeting. Monsieur okay. Le commissaire, cette réunion est légale et elle entre dans le cadre des activités de notre parti en prévision des prochaines élections. Interdit, pas de réunion, compris? Comme vous pouvez le voir, les militants de notre parti nous attendent. J'espère qu'ils auront l'intelligence de ne pas commettre d'actes répréhensibles au regard de la loi. Silamine, que se passe-t-il? Il se passe que l'autorité publique interdit tout rassemblement dans la ville de Constantine. Sachez, monsieur le commissaire, qu'ici-bas, il n'y a d'autorité que celle de Dieu et celle du peuple. C'est pas possible! Alors, mais, et c'est maintenant qu'on me prévient! Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, maintenant? Je ne peux plus rien faire! Je dégage toute responsabilité! Je te préviens, tu répondras personnellement des conséquences qui dérouleraient de ces troubles à l'ordre public. Allez-y, enlève le dispositif! Allez-y, enlève le dispositif! في عيني الشعب صباح مصالحه هو الرسول نتاع المحرومين الاب الروحي الرمز الحي نتاع الوطنيه وهو واعي بهذا الشيء واعي ويحب التجمعات كثير كما راك تشوف السلطه تاعو كزعيم ما فيها حتى نقاش يصدر يقرر كل التعيينات الخاصه بالاطارات المهمه في الحزب القرار تاعو هو اللي يفوت الحاج مصالح ما هوش راجل تاع حزب راهو رمز من رموز الثوابت الوطنية عليهم استدعونا درك نشوفوا نعرفوا لكن قدرنا نفوتوا في وسط هذه الحشود هذه السلامة مرحبا بك سي بن بلعيد ولما نحلل الوضع الصعب والغامض للحركة الوطنية واش نوجد؟ نوجد ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول هما اللي يطلبوا بالاندماج والانتماء لفرنسا يعني قابلين يكملوا يقعدوا فرنساويين الاتجاه الثاني هما اللي يعملوا لتمثيل الشعب على طريق الانتخابات كاللي حنا عندنا ثقة في الانتخابات اللي تنظمها فرنسا وما بين الأول والثاني إخواننا تاع جمعية العلماء وهم المفروض أن يكونوا في تمثيل الجانب الروحي والثقافي للوطنية الجزائرية والاتجاه الثالث هم الشيوعيين اللي يخضعوا إلا لبعضهم بعض ويطبقوا بالكلمة وبالحرف أوامر وتوجيهات موسكو وما نتكلمش وما نطولش على الكلام على اللوبي الاستعماري للوبي كولونياليست
اللي مازال متشبكين في الفكرة بأن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا والجزائر تبقى فرنسوية حتى اليوم القيامة سبحان الله. والموقف الرابع، الموقف الرابع هو موقفنا احنا بالنضال من أجل الاستقلال وتحرير هذا الشعب بإذن الله وبدون شروط. هذا هو اتجاه مصالي الحاج حتى للممات، حب من حب وكره من كره. هذو اللي دخلوا تم صباب بن بولعيد وسي إبراهيم حشاني ممثل الحزب في باسنة. سي بن بولعيد اتفضلوا، مرحبا بكم، مرحبا بكم، اتفضلوا اتفضلوا. سي بن بولعيد اعطينا اخبار لوراس. لوراس راه ماذا بك تتكلم بقلبك وتصفينا. سيدي الحاج، الشعب ماهوش مليح وما عادش يأمن السياسة والنضال نتاعنا. والسؤال المطروح، هل احنا خدينا الطريق صحيحة ولا لا؟ الشعب تحقر، الشعب تحقر وتقاس حتى في كرامته، رجع ما يخاف من حتى شيء، مستعد لكل التضحيات. انا ما نضرش لك ان الشعب كما شعبنا احنا يرضى بهذا الدل ويرضى بهذه الحالة اللي راه فيها. يا ابنائي، في هذه عندكم ألف حق. الشعب إذا أراد يتغلب على العديان نتاعو لابد يتجنب الانحرافات والتخلف اللي جعل الشعوب القوية تتسلط عليه وتحقره وتستعمره. في هذه عندكم ألف حق. مطالبنا شرعية هي استقلال هذه البلاد، لكن من المستحيل نحقق هذه الأهداف التاريخية بالاندماج والتجنيس. لابد نبني طريق صحيح خطوة بخطوة باه نوصل للهدف نتاعنا اللي هو استقلال هذه البلاد وتحرير هذا الشعب. سياسة التدرج هذه وسياسة خطوة بخطوة ما راح تكون غير الموت البطيء بالنسبة لهذا الشعب هذا. إذا ما بديناش الطريق خطوة بخطوة كيف نتقدم؟ فهمني سيدي الحاج، سيدي الحاج، الشعب بغى حاجة واحدة أخرى. واش باغي الشعب؟ الشعب على شعب أنا ما عرفوش وما هوش قادر يزيد يصبر. وانا نظن باللي احنا لازم نجندوه ونحضروه لتضحيات واحده اخرى اللي مبنيه على مواقف واحده اخرى. يا شباب، يا شباب، انا تمنيت نتلاقاكم وعندي هضره معاكم على الانفراد بعد شويه قليل، خطر عندي مشروع مهم ونتمنى نجند عليه كل المناضلين المخلصين. وانتم على ما حسن ما نشوف إخلاصكم في نضالكم، قلوبكم حارة وأفكاركم واضحة، وانا على ما نظن رانا متفاهمين.